لا مدارس ولا كتب ولا جامعات، وبدلا من ذلك رقاقة في دماغك تقدم لك كل المعارف التي تحتاجها. كيف؟ بدأت فاونتك للذكاء الاصطناعي بتطوير رقاقة دماغية أطلقت عليها اسم رقاقة جوجل، تعمل على تعليم الشخص كل شيء تقريبا على غرار محرك البحث جوجل. وتزعم الشركة أنها ستبدأ بزراعة هذه الرقاقة في أدمغة المتطوعين والمهتمين بالمعرفة خلال العقدين المقبلين. وأوضح الرئيس التنفيذي لهذه الشركة أن فور زراعتها في أدمغة الناس لن يضطروا إلى القراءة أو البحث عن أجوبة تدور في أذهانهم، إذ سيتم الرد على كل استفساراتهم على الفور من خلال عملية زرع الذكاء الصناعي، والتي ستؤدي في النهاية إلى إنهاء التعليم في المدارس. وتقول الشركة أن الرقاقة ستمكن أي شخص يتراوح عمره بين 8 أعوام و80 عاما من تعلم كل شيء تقريبا وبالقدر نفسه. فلو صح ذلك، كيف سيبدو العالم بجماعات بشرية تتشابه بما تعرفه ومن دون جهد؟ كيف ترى ذلك؟ مرعبا أو مبهجاً؟